جرت في قصر الإسخير هذا اليوم مراسم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث استقبل جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي قدم إلى جلالته أعضاء الحكومة الجدد بعد صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينهم. وأدى أصحاب المعالي والسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك المعظم. يتفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله بن خالد آل خليفة لأداء القسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة السيد جبيب بن محمد حميدان لأداء القسم وزيرا للعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني لأداء القسم وزيرا للصناعة والتجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك لأداء القسم وزير شؤون البلديات والزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة الدكتور محمد بن مبارك بالدينة لأداء القسم وزير النفط والبيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. تفضل سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي لأداء القسم وزيراً للمواصلات والاتصالات. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.
يتفضل سعادة السيد إبراهيم بن حسن الحواج لأداء القسم وزيرا للأشغال. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف لأداء القسم وزيراً للشؤون القانونية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة السيد أسامة بن أحمد بن خلف العصفور لأداء القسم وزيراً للتنمية الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أدود عن حريات الشعب ومصالح وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. تفضل سعادة السيد ياسر بن إبراهيم قيدان لأداء القسم وزيراً لشؤون الكهرباء والماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. تتفضل سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد لأداء القسم وزيرة للصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة لأداء القسم وزيراً للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. يتفضل السيد حامد بن فيصل المالكي لأداء القسم وزيراً لشؤون مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. تفضل السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي لأداء القسم وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة للوطن والملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. تتفضل سعادة السيدة نور بنت علي الخليف لأداء القسم وزيرة للتنمية المستدامة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.
يتفضل سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله العيمي لأداء القسم وزيرا لشؤون الإعلام. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. ورحب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بالوزراء وهنأهم على توليهم مناصبهم الجديدة، متمنيا لهم دوام النجاح والسداد في أداء مهامهم على الوجه الأكمل بعون الله تعالى وتوفيقه، مشيدا جلالته أيده الله بهذه الكفاءات الشابة من أبناء وبنات البحرين وتحملهم هذه المسؤولية الوطنية من أجل ازدهار وتقدم مملكة البحرين. كما أعرب جلالته عن جزيل الشكر لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثنيا على جهود سموه المتواصلة في خدمة المملكة والسعي المستمر للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتطويرها بهدف تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح الوطن والمواطن. وأكد جلالة الملك المعظم على الدور المهم للشباب والعناصر الشابة لتسهم في خدمة الوطن وتقدمه، مع كل الاحترام والتقدير للذين سبقوهم في تحمل هذه المسؤوليات وهم إلى اليوم محل التقدير والعرفان. وأضاف جلالة الملك المعظم أن حكومة البحرين لها تاريخ عريق وإنجازات كبيرة على كافة المستويات ومختلف المجالات، والتي هدفها الأول خدمة المواطنين الكرام. وحثهم جلالته على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل تعزيز مكانة البحرين وضمان تقدمها وازدهار ورفعة شعبها العزيز. وأعرب أيده الله عن شكره وتقديره لأصحاب السمو والسعادة نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء السابقين على ما قدموه من جهود طيبة وخدمات جليلة ستبقى راسخة على الدوام في ذاكرة الوطن وتاريخه الحديث، وستكون إنجازاتهم وإسهاماتهم في نهضة المملكة نموذجا يحتذى في الإخلاص والعطاء والنجاح في مختلف مجالات العمل الوطني. وأكد جلالة الملك المعظم أن المواطن البحريني سيبقى دائما الركيزة الأساسية لنهضة الوطن وعماد تطوره وازدهاره، موجها جلالته الحكومة إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات وتعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين. وتمنى جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد.